مرحبا، معكم باتريسيا المرمشة جيريل، وحلقتنا اليوم هي عن إكليلة جينجر للكريسماس. حلقة كتير حلوة إن شاء الله تعجبكم. منبلش بأنه منفرد عجينتنا على ورقة خبز من رقة، ومنحط صينيتين، واحدة 10 إنش واحدة 7 إنش، منعلم فيهم ومنقص العجينة ومنقيم يلي مش عايزينه من برا ومن جوا، منخليها على ورقة الخبز ومننقلها على صينية ومنخبزها. بس تخلص منبلش نعمل أوتلاين وفلودينج. ما مفروض يكونوا كتير جالسين، ما عايزتهم أصلا يكونوا جالسين. أنا بس هون عم حط الرويال آيسين كرميل لتقوى، بس نحملها لأننا بتحمل وزن ما مفروض إنها تنكسر معنا. الرويال آيسين بيقويها. بس نخلص منحطها على جنب لتنشف. منبقى بنفس العجينة قصين على أشكال سنو فليك أو قطع التلج، منحط لهم رويال آيسين أوتلاين وفلودينج، ومنظبط الطرف بسكرايب نيدل. انا عندي 3 اشكال وباحجام كبير وصغير، منظبط بسكرايب نيدل الطرف ليطلع شكلهم كتير حلو معنا. وهيدي القطعة الصغيرة سكرايب نيدل مثل ما شايفين، لما بدي رويس الرويال آيسين بشده لبرا بيعطي ترويسة. بس خلصهم بحطهم على جنب خليهم ينشفوا. هيدي القطعة ما خليتها تنشف، حطيت فوقها سنو فليكس من الرويال آيسين. بتلاقوا الوصفة بالقناة تبعي. هلأ بلشت زين القسم يلي ما عليه رويال آيسين، كمان عجينة الجينجر بريد المخبوزة. بلش أعمل عليها مثل ورق الشجر أو مثل السنبلة. مثل ما شايفين انا عم عد هوني للخمسة، بعصر وبعد للخمسة وبسحب الكيس نزول. وبجيب خرز ملون بحطها بالنص، هيك بتزين لي القطعة. كمان الكوكي اللي مغطيتها بالرويال آيسين بستعمل نفس ستيل. انا حبيت اشتغل بنفس الطريقة على كل الكوكيز لما يطلع عندي خطوط واشياء ما تلبق مع بعض، حبيت يكونوا كله متنسقين على نفس ستيل. كمان عديت للخمسة وبنزل نزول. انا بس هون عطيت 3 حبات. شوية تمرين بتصيروا تعرفوا تعملوهم. كتير هينين وكتير حلوين. هيدي هلأ بدي غطيها بالتلج من الرويال آيسينج يلي انا عاملته، بتلاقوا الحلقة موجودة على القناة تبعي. فيكن تتعلموا كيف بيعملون، طريقة رائعة ليبين عنا تلج طبيعي. أكيد بنفضها شوي صغيرة ويطلع عندي هالشكل. هلأ بدي بلش علقون. جبت شريطة ربطتها بالطريقة اللي شفتوها. بلش بعصر رويال آيسين وبلزق فوقون قطع التلج من الكوكيز. بتنسقون مثل ما انتو بدكن. مرات هي القطعة بتدلكم كيف لازم تحطوها، وفيكن تحطوا قطع صغيرة فوقها. مثل ما شايفين مرات هي بتدلني كيف لازم انها تتركب. بركب شي لميلة برا شي لميلة جوا. بدي اياهم بشكل فوضوي، ما بدي اياهم متنسقين ورا بعض. منحط فوقهم كمان، منقدر نحط قطع كبيرة او صغيرة فوقهم. وهلأ عم حط خرز بيناتهم سبرينكلز. أكيد خرز بيتاكل قابل للأكل، هيدا بيعطيهم تاتش حلوة وبيلونوه بيطلع كتير حلو. وهيدي القطعة خلصت. بتمنى تكون عجبتكم وينعاد عليكم. شكرا لحضوركم.